قاعدين مع لا بريباراسيون ديالكم، هانيه عندكم الامور ديالكم كلها بخير، نتمنى تكونوا ان شاء الله كاملين بخير والاحوال ديالكم كامله بخير. نتمنى ان شاء الله لي زيكزامي دوز كيف ما بغيتو نتوما. الوغ نتمنى ما تكونوش كترهقوا راسكم بلا لا بريباراسيون، دونك من الاحسن تمشيو با بار با. الوغ بداو بالمودول اللي غادي تبداو، دونك بحال في لو بروغرام كيعطيوكم 7 مودول بوغ لي اس 1. الوغ نبداو بلو مودول نيميرو 1 بحال الجرامير، ابري لا فونيتيك، ابري دونك هكا كنمشي حتى في المراجعه ديالي باش ابري من بعد كيجيني داكشي ساهل، ما تضغطوش ريوسكم. الو خدموا نتوما اليت وان شاء الله كل شيء غادي يكون هو هذاك، وان شاء الله كلكم ان شاء الله تفاليديو. الو كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي كتقدموا ليا بيان سور في لي فيديو كاملين اللي كنحط، وفي لاشين ديالي الجديده اللي بيان سور محتاجه للدعم ديالكم ومحتاجه للاراء ديالكم ولي لايك ديالكم ولي زابوني ديالكم بيان سور. ميرسي بوكو. بالنسبه للناس اللي جدادين كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في لاشين، ونتمنى تكون عاجبكم، ونتمنى لو كونتوني ان شاء الله يعجبكم بيان سور. اي حاجه كتبتوها في لي كومونتير مرحب بها. بالنسبه لواحد الكومونتير قريته هو ما عرفتش ديال كومونتير ديال حق المعرفه للجميع، تقريبا حق المعرفه للجميع، المهم كومونتير ديال هاد لاشين هادي. الوغ انا ما عرفاش لي كور اللي كيكونوا في المدن كاملين ديال لو ماروك، مي لو ماكسيموم كنحاول انني داكشي اللي كيكون براتيكي بزاف هو اللي كنطرق ليه. ولكن مرحبا باي واحد، يعني بالنسبه لهاد لاشين تقدر تحطوا ليا لي كور لي باغيني نخدم عليهم فهاد لي غوميت لي مازال انا ما خدمتش عليهم. بيان سور انا اقترحت اونتيغون، درت واحد لا كومباريزون وكنت درت لي غوميت ديال لا كرياسيون دو موند. هادو هما لي دو تيم لي خدمت عليهم في لي غوميت. الوغ الا كان دي كور وحدين اخرين بيان سور خليهم ليا في لي كومونتير، انا جو في لي تريتي ابري بيان سور، راه غادي نشوفهم وغنخدمو معاكم قبل لي زيكزام. او ميرسي ابو وكل شيء كنشوف لكم لي كومونتير ديالكم، وميرسي بوكو بور لو سوتيان اللي كتقدموا ليا في لي كومونتير ديالكم وهداك الاراء الزوينين ديالكم، ميرسي بوكو. وكان كنعتذر منكم الا كنت غبرت واحد اليومين تقريبا، مي انا كيف ما كتعرفوا ما كنقدرش نحط هكا جوغ بار جوغ، حيت عندي دي زونفون باقين صغار، دونك كيكون بلو ديفيسيل بور موا. مي كنحاول انني الا غبت نهار ولا يومين ابري كنحط دي فيديو، يعني ما كنحطش اون فيديو ولا كنحط دو فيديو باغ اكزومبل دو ماكسيموم. الو قبل لا نبدا بيان سور مين تكونوا كتقراو هاد لا فيديو ديروا ابوني وما تنساوش الاشتراك، ومرحبا بكم في لا فيديو. بيان سور هاد لا فيديو اي بور فو ديما كنقولها، بيان سور ديروا لي لايك لي فيديو ديالي، وما تنساوش لي كومونتير لي بيان سور كيعجبوني وكيهموني بزاف باش انني كوم سا كنعرف بلي هادشي اللي كندير بيان سور كيفيدكم. الوغ بور اجوردي صراحة انني ندير هاد لا فيديو غادي تكون سوغ لا ديرنييغ فيديو في لا تيبولوجي دي تكست ناراتيف، بويسك حيت لي فيديو الاخرين تطرقت ليهم بزاف دي بوان. الوغ هادو هما لي ديرنيي بوان في هاد لا تيبولوجي دي تكست ناراتيف، من غير لما اقترحتو نتوما شي حاجه في لي كومونتير. الوغ عندنا لي فونكسيون ناراتيف، لي فونكسيون ناراتيف هما الوظائف السرديه او لا الحكائيه اللي كتكون او سان دو ليستوار. الوغ عندنا 7 فونكسيون، غنحاول كل وحده نشرحها لكم، كيكونوا في ان تيكست ولا اون استوار ولا ان ريسي ولا اون فابل، كيف ما بغات تكون ليستوار كيكونوا هاد لي فونكسيون. غير هو ما يمكنش، يعني ما غاديش تقول له او غير خصني ضروري نلقاهم كاملين، نون با دي تو، يقدر لو ناراتور اللي كيحكي يخدم غير بجوج ولا غير بثلاثه ولا تكون غير وحده باغ اكزومبل. الوغ بالنسبه بروميير فونكسيون ناراتيف عندنا لا فونكسيون ناراتيف اللي هي لا باز ديال اون استوار. سي اون فونكسيون او لو ناراتور راكونت لي زيفينمون دو سون ريسي بو اتر بريزون او نون او سان دو ليستوار. الوغ فونكسيون دو ناراسيون او لا ناراتيف هي لا باز، دونك ان ريسي اون استوار اش كيكون فيها في الاول كتكون فيها السرد. الوغ هاد لا فونكسيون كتكون هي لا باز، بو اتر لو ناراتور اللي كيحكي لينا يقدر يكون او سان دو ليستوار يقدر يكون ابسون،
la perspective liée à la focalisation peut être le narrateur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'histoire. Alors on va passer à la fonction de régie. La fonction exerce une fonction de régie, c'est de commenter sur l'organisation et l'articulation de son texte. Alors la fonction qui est un commentaire. Un commentaire, c'est-à-dire un point de vue. Le narrateur qui a son point de vue sur quelque chose dans l'histoire. Alors qui a un raï dialo, etc. Les chihaja dans l'histoire. Fonction de communication. Le narrateur s'adresse directement au narrateur afin d'établir le contact avec lui. Alors, fonction de communication, ben le mot diala. Les huwa, communication. Communiquer, c'est faire une relation avec le narrateur et le narrateur. Pardon. Alors, la communication, mais quand je trouve le texte des questions. كي يكون الناراتور كيوجه واحد لي كيسيون يقدروا يكونوا هذوك لي كيسيون بحال موجهين لينا حنا خاصنا نجاوبوا عليهم اولا من كنلقى مثلا اسييفو دو كومبروندر مثلا هاد العباره كتكون وسط لاستوار كيفاش اسييفو يعني راه كيدوي معاه لو ناراتور الوغ لا فونكسيون دو كومونيكاسيون كتكون واحد لا رولاسيون اونتر لو ناراتور اي لو ناراتور. Maintenant, la fonction testimoniale, centrée sur l'attestation. L'attestation, il manifeste le degré de la distance qu'entretient le narrateur vis-à-vis de l'histoire qu'il raconte. Alors, testimonial, il y a le narrateur, il y a qui ouvrent les sources des informations d'elle, qui ouvrent les tarifs d'elle, les événements qui expliquent. Donc, c'est concentré sur l'attestation. Alors, fonction modalisante, il y a que tient ou la concentrer sur l'émotion. L'émotion, mais les sentiments, comme les que tu as fait. Donc, le narrateur d'abord est dans une histoire qui atteint son point de vue sentimental. Sentimental, il y a ni بالمشاعر ديالو عنده واحد الغولاسيون لا غولاسيون بالمشاعر الوغ il manifeste les sentiments du narrateur vers l'histoire كي عطينا واحد الراي ديالو في الاحاسيس والمشاعر تجاه واحد الحاجه دون ليستوار دونك مين كنشوفو مثلا جو سوي سي تريست مثلا بوغ سيت جون في ولا كذا هادي كتعبر لينا بلا كاين هنايا واحد لا فونكسيون موداليزونت. Maintenant, la fonction explicative. Bien, le mot est là, explicative. Il est expliqué. Qu'est-ce que c'est? Interrompt le cours de l'histoire pour donner au narrateur des informations, les informations jugées nécessaires pour comprendre ce qui va se passer. Alors, cette fonction explicative, qu'est-ce qu'on a une pause? كنا قرينا بالله راه كاينه واحد لا بوز لي ليبس لي ليبس باراليبس بروليبس المهم كنا شفنا هادو parmi هادوك كنا شفنا اون بوز دونك لو ناراتور كيدير واحد اون بوز كيكون كيحكي كيدير واحد لو بوز اش كيدير لنا فداك لا بوز كيدير لنا كيحكي كيعاود يسرد لينا اشنو غادي يوقع كيحاول يفهمنا دونك هذا الا كان غادي يموت كيوقف وكيقول لنا الوغ غادي يموت حيت هذا ما كيحملوش حيت مثلا هذا كيتسارع على واحد ان تريزور دونك الاخرين ال سون اوبوزي افيك لوي اكسيتيرا دونك اكسبليكاتيف يعني كيشرح لنا شي حاجه كي فا سو باسي الوغ لا ديرنيير فونكسيون سي لا فونكسيون ايديولوجيك ايديولوجيك cette fonction manifeste le rapport au monde du narrateur interrompt ainsi le cours de l'histoire كتقطع لينا هذاك لو كور ديال l'histoire داك المسار ديال l'histoire et situé dans des passages plus généraux plus abstraits plus didactiques et il propose des jugements sur la société les hommes etc donc par exemple qui pêche une fonction idéologique هي مي كتعطينا ان جوجمون جينيرال دونك مثلا باغ اكزومبل في واحد لو تيكست كان كيهضر ليستوار ديالو على لا جالوزي على الغيره الوغ هنايا على فان دو ليستوار ولا في واحد لو باساج اللي كيتكون في ليستوار لو ناراتور كيحاول يعطينا واحد لي دي جينيرال على لا جالوزي يقدر يدوي لنا هنايا اون ايدي ولا ان جوجمون جينيرال سور لي فام بلا السون très 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 jalousie par exemple donc هنا كيعطينا ان جوجمون جينيرال ماشي شي حاجه اللي في ليستوار كيدوي لنا على شي حاجه خارجيه عامه كتخص هذاك لو تيم نيت
الوغ نتمنى لي فونكسيون كاملين تكونوا فهمتوهم، وان شاء الله ملي غادي نديروا ان اكزامبل نحاولوا اننا نخرجوا وحده ولا جد، ماشي بالضروره يكونوا كاملين، مي اون فا ايسيي مثلا دو تريتي ان ولا دو ولا تخوا فونكسيون. الوغ هادو هما لي فونكسيون ناراتيف، نتمنى نكون شرحتهم لكم مزيان. مانتونون جو في باسي او فيغور دو ستيل. علاش اقترحت انني نهضر على فيغور دو ستيل واخا ما غاديش نطرق ليهم بشكل اللي هو يعني ديتايي، بويسك هو الا اقترحتوا عليا انا نقول لكم الا كانت عجبكم الفكره نقدر ندير لي فيغور دو ستيل دون اون فيديو سول ونشرح لكم لي فيغور دو ستيل كاملين بلو ديتايي. مي بور لو مومون اقترحت انني نختار لكم لي فيغور دو ستيل اللي كيكونوا بلو اوليستر في لو ريسي في لي فابل. دونك كنشوفوا لي فيغور دو ستيل كيكونوا اكثر استعمالا هما اللي غادي نقترحهم معكم اليوم ونحاول انني نشرحو لكم. فيغور دو ستيل لي بلو سوفون ايتيليزي اللي كيتستعملوا بزاف عندنا لا كومباريزون. الوغ لا كومباريزون اون لا لو كومباري le comparer celui que l'on compare à quelque chose. Un comparant c'est le quelque chose et un utile grammatical de comparaison. Mettez-en rangoule mon frère est comme notre père. Il n'y a que notre père. Par exemple, une phrase simple. Yani le frère. Le même qui est le père. كنحط واحد لو تيل دو كومباريزون في الوسط او ميليو دو كومباري اي دو كومبارون وكنسميوها فيغور دو ستيل دو كومباريزون. الوغ شنو هي لا ميتافور؟ هي لا كومباريزون ولكن سون تيل دو كومباريزون. هاد لا كومباريزون كنكونو كنشوفو بلي هذا شبيه لهذا ياك، ولكن ما كنستعملوش دي كوم ولا تيل ولا بلو كو ولا موان كو. Oui, mais qu'on utilise le style grammatical de comparaison. Alors, personnification. Personnification, il attribue des caractéristiques humaines à un objet, à un animal, par exemple. Pelage. Personnification, il y a des choses qui sont insanes. Par exemple, pleurer. Pleurer est un caractère اللي كيكون عند لومان، يعني حنا كنبكيو الوغ عندنا الدموع اكسيتيرا. باغ اكزومبل كنشدو هاد بلوغي كنعطيوها لو شا، دونك لو شا بلوغ يعني كتبكي. واش هذا فغي؟ مي نو، ولكن كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. وفين كتكون بالضبط؟ كتكون بزاف بزاف في لي فابل. دونك كنشوفو لي فابل باغ اكزومبل ديال لا سيغال لا فورمي، كنشوفو هاد لا فابل هادي كدوي على دو زانيمو كيهضروا كيضحكوا كيديروا شي حاجه لي تو سكي هيومان. الوغ هادي لا بيرسونيفيكاسيون. لوكزيمور هي مي كيكونوا دو مو اوبوزي لان ا كوتي دو لوتر. مي لوكزيمور هي مثلا كنقولوا نوي جور، حتى بعضياتهم كيكونوا سو اوبوزي. لو باراليليزم reprend une structure syntaxique. هو مي كنعاودو واحد لو ميم ولا لا ميم ستركتور سينتاكسيك. باغ اكزومبل عطيتكم ان اكزومبل هنا باش كوم سا تفهمو. بارتير بور تو ليسي، بارتير بور تو ليسي، كيتي بور تو تابوني، ابوندوني. الوغ كتشوفو بلا لا ستركتور هاك بارتير فيرب حتى كيتي فيرب، بور كتعاود، تو كتعاود، ليسي ابوندوني حتى هما كيتعاودو. دونك لا ميم ستركتور. هنا كنسميو لا ستركتور لو باراليليزم. كاينه لا ريبيتيسيون، مثلا ان مو كيتعاود، كنشوفو ان مو في ليستواغ كيتعاود بليزيور فوا. دونك كاينه ديك لا فيغور دو ستيل سميتها لا ريبيتيسيون. كاينين بزاف، كاين لونتيتيز، كاينه لوكزيمور اللي شفنا دابا، كاين لا ليطوت، كاينه ليغوني. المهم كاينين بزاف ديال لي فيغور دو ستيل. بيان سور الا بغيتوني نطرق لي فيغور دو ستيل في لا فيديو بوحدها خليوها ليا في لي كومونتير، وبيان سور انا غادي نلبي الطلب ديالكم. هاد لي فيغور دو ستيل علاش عطيتو ليكم؟ باش كوم سا هكا ملي تكونو كديرو لاناليز طرقو ولا نجبدو شي وحده
من هادو الا كانوا موجودين في لو تيكست وتحطوها في الاناليز ديالكم، كتكون كيكون كتكون الاناليز ديالكم بلو ريش، يعني كتكون بزاف. يعني الا حطيتو في هاد الاناليز لا ديستونس لا فوا، حطيتو لو كادر سباسيال كادر تومبوريل، حطيتو لي بيرسوناج، حطيتو باغ اكزومبل قلنا لانستونس يعني لانستونس ناراتيف، عطيتو لا فوا مثلا كيف ما قلت لكم ايتيرو ديجيتيك ولا ولا الاخرى باغ اكزومبل ديال لي فونكسيون ناراتيف تا هما جبدتوهم باغ اكزومبل. دونك الا جبدتو لي بوين كاملين خاصني ضروري نحط لكم هكا لي بوين كاملين فواحد لا فيديو، ملي نكون باغا ندير ليكزومبل غنحط لكم لي بوين كاملين اللي خدمت في الفيديو كاملين باش كوم سا هكا تعقلوا عليهم، واللي كاينين في لي تيكست غنجبدوهم، اللي ما كاينينش كيكونوا في دوطخ تيكست. نتمنى فريمون هاد لا فيديو تعجبكم فريمون، ونكون شرحت لكم هاد الكوتي ديال لي فونكسيون ناراتيف و لي فيغور دو ستيل. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبالنسبه لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو لتحت غتلقاو فيها لي زوطرو فيديو اللي حطيت، وما تنساوش ديروا ابوني بيان سور باش هكا تعطوني الدعم. ونتمنى نكون لبيت الرغبه لبزاف ديال الناس اللي كانوا طلبوا مني لا تيبولوجي، انا خدمتها دابا بيان سور. غادي نسالي هاد لي كور هادو اللي بقاو ليا ديال لي زيستوار دي زيدي، اي جو في باسي ا لا فونيتيك اي لا غرامير بيان سور، غادي نحاول انني نحطهم في لي فيديو قبل لي زيكزام. دونك لي كومونتير ديالكم مرحبا بها، مرحبا بهم بيان سور، يعني تقدروا تطلبوا اي حاجه، واللي ما فهمش شي حاجه بيان سور يسول. الوغ بلا ما نكثر عليكم في الفيديو، كنبغي نقول لكم كوم لابيتود ما تنساوش باش تدعموني ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش اي حاجه حطيتها توصلكم في الوقت، وتضغطوا على زر لايك، وبيان سور ما تنساوش لي كومونتير.